في عيد الأضحى المبارك بأجمل لباس وأجمل طلة. أيضا الكعبة المشرفة تتزين بأجمل ثوب يخاط لمدة سنة كاملة. لمدة 10 أشهر يكون عندنا ثوب كامل جاهز. نأخذ عمل من 8 إلى 10 أشهر عمل ويتم صناعة ثوب واحد للكعبة المشرفة. نعم. في ثوب آخر بديل يعني احتياطي إذا يعني حدث الأزمات. نعم. الأزمات أو ربما تتمزق الكسوة، يعني فيه كسوة أخرى تخيطونها أم؟ نعم، إحنا مستمرين على حياكة كسوة الكعبة على مدار السنة، ما نوقف. نعم. بتكون الخياطة مستمرة، هو مصنع إنتاج. نعم. الآن إذا أنتجنا الثوب الأول نستمر على الثوب الثاني. الآن إحنا شغالين على ثوب 43 انتهينا منه الحمد لله، وشغالين على ثوب 44 إن شاء الله. نعم، هذه ستارة الكعبة المشرفة. نعم، هذه قطعة من ستارة الكعبة المشرفة مجزئينا إلى 5 أجزاء. هذا الجزء رقم 3. رقم 3. نعم. في آية معروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. هذه آية قرآنية مكتوبة في ستارة الكعبة. نعم. عندنا برضو ستارة الكعبة يجي فيها سورة الفاتحة، هنا عندنا الجزء هذا مكتوب مالك يوم الدين. نعم، فتجي هنا إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، فماخذ يعني لفة على الستارة. نعم. ستارة. نعم. باب الكعبة المشرفة. الباب الكعبة المشرفة، وفيه أقسام أخرى أيضا، يعني كل قسم يخيط جزء من ستارة الكعبة المشرفة. كلهم في هذا القسم، قسم ذهبات الحزام. ما شاء الله. نعم، ولكن مجمع الملك عبد العزيز يضم 14 قسم ضمن الصباغة والتحلية والطباعة والنسيج الآلي. نعم. ما شاء الله، شرفكم الله في أن تقومون بتزيين الكعبة المشرفة. الحمد لله، هذا فضل من خدمة الله. خدمة جدا، يعني شرف من عند الله سبحانه وتعالى. فضلكم على فضلكم واختاركم. نعم. الحمد لله. أنكم تخيطون كسوة الكعبة. نعم. والحمد لله اليوم شرفنا الله بأن شاركناكم الله بجزء ولو بسيط في خياطة ستارة باب الكعبة المشرفة. 1443 إن شاء الله. ما شاء الله. هذا حيركب إن شاء الله بإذن الله.